حضرتك كتبت العديد من الكتب وترجمت للغات عدة منها الإنجليزية، الفرنسية، الألمانية. كيف استقبل غير المسلمين تلك الكتابات، خاصة وأن حضرتك بتشير إليهم بالأدلة العلمية الدامغة على صدق القرآن الكريم؟ والله يا أخي الكريم، هناك عشرات من كبار العلماء الغربيين الذين أسلم الفرد منهم بآية قرآنية واحدة أو بحديث نبوي واحد، يعني لانبهارهم بكم الحق العلمي الذي جاء في هذه الآية الكريمة أو في هذا الحديث النبوي الشريف. ولو يتسع الوقت نذكر لكم بعض أسماء، يعني إذا رغبتم في ذلك. طب تفضل بشكل موجز دكتور زغلول. جاري ميلر كان يعني أستاذا للرياضيات في إحدى الجامعات الأمريكية، وكان قسا في نفس الوقت يهاجم الإسلام هجوم شديد، فأحد طلابه ذهب إليه في مكتبه وأهدى إليه ترجمة معاني القرآن الكريم، وقال له: دكتور ميلر، أنت تهاجم القرآن من عندياتك فلا يصدقك أحد، أنا أتيت لك بهذا الكتاب في ترجمة، وإن كانت الترجمة لا تحمل الدقة الفائقة التي نراها في اللغة العربية في الأصل العربي، قاله اقرأ لكي تهاجم القرآن من مصادره. فيروي لي جاري ميلر يقول: أنا عكفت على هذا الكتاب عكوف العدو للعدو، فما أتممته قراءة حتى لم أجد نفسي أملك أكثر من أن أنطق بشهادتين: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. جاري ميلر كتب كتابا في الإعجاز العلمي في القرآن الكريم في حوالي 5 6 آيات، والله أسلم به عشرات من الناس، والكتاب موجود. أنا كذلك كتبت الجبال في القرآن باللغة الإنجليزية ونشر في أمريكا وترجم إلى اللغة الألمانية. كتبت حوار عن الإعجاز العلمي في القرآن الكريم ترجم إلى الإنجليزية والفرنسية والألمانية. كتبت عدة يعني في هذا المجال، ويعني أفتخر بأن الله سبحانه وتعالى وفقني إلى هداية عدد كبير من الناس بقراءة هذا الكتاب.